ان هو ابن عبد المطلب. عبد المطلب ده فنان مؤثر في الفن الشعبي والفن الغنائي المصري. لو تقول يعني جملة قصيرة عن عبد المطلب يا دكتور مدحت للي ما يعرفوش. لا لا، ده عبد المطلب ده يعني راجل يحيى له ليالي موسيقيه طافيه في كل البلدان العربيه. عبد المطلب صوت شعبي عظيم، وراجل اولا هو كان في كورال عبد الوهاب عشان بس الناس تبقى عارفه. أيوة. ثم انفصل عن كورال عبد الوهاب وعمل بطولات افلام كثيره جدا جدا، وكان نجم الغناء الشعبي لمده 30 40 سنه، ومن واغانيه طبعا مشهوره جدا جدا، شفت حبيبي والسيده سيدنا الحسين، وراجل عظيم في كل حفلات اضواء المدينه، وفنان كبير قوي 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 قوي، ياما اسعدنا واسعد الشعب العربي يعني. وهو رمضان ما بيجيش غير لما عبد المطلب يقول رمضان جانا. يا سلام يا سلام يا سلام، رمضان جانا وفرحنا به. فده عبد المطلب وده ابنه، فاذا كان هو كمصري كلنا هنقف جنبه سواء ابن عبد المطلب او مش ابنه، فما بالك ما بقى ابن فنان عظيم زي الراحل عبد المطلب، كلنا هنقف جنبه بشكل انساني وبشكل مصري. صحيح. وبشكل مهني. انا راجل شاعر ورئيس جمعيه المؤلفين، والمفترض برضه ان هناك الاستاذ هاني شاكر اعتقد انه مهتم بالموضوع كنقيب للموسيقيين، فالموضوع في بيته يعني ان شاء الله. طبعا. ينور مصر في حضن مصر الجميله والجمهوريه الجديده زي ما يقولون، ما بتسيبش حد من ولادها في اي حته وفي اي مكان.